موضة مريلا وحق شاهي موضة. وين اشتغل يا أبا؟ تشتغل؟ وين تشتغل إن شاء الله؟ البوفية بنطلب الله. يا فضيحتك يا نعمة، تشتغل بالبوفية؟ أخرتك تشتغل بالبوفية؟ نسيك من مين أنت؟ نسيك من أنت؟ إيش فيها بقى؟ الشغل مش عيب. مش عيب؟ أنت ابن الفقير نعمان ولا نسيك نفسك؟ ومحلى حبيبي وصيد ريح كأن عندي كل ضوء النجوم والنهر والزهر وقطر الندى. حيا الله بغدير. اللي قبل لي يا غدير، العتلة اللي حصلوها يوم السرقة عند الباب، أين هي؟ إيش تشتي به؟ هذه الخطة شو وصلني للسارق، وأنا أشتي أعرف منو فعله. هلا عند أمي. عند أمك. خلاص بكرة تروحي لعند أمك، تمام؟ تدي تجي وانتبهي تنسي. أنا ما أنسيش يا فقيه. أنت اللي تنسي. وأنا ما نسوك. نسيت ابني. مش قلت لي بتجيب لي ابني؟ ابنك ما اناش ناسي، مو نقول لك ان انا ناسي. يعني تكذب علي؟ قدك ناسي له فتره. متى كذبنا عليك يا غدير؟ شوفي انا من غير ما تتكلمي عاد انا كنت افكر ان انا بكره اروح ادور على بنفسي. انا قلت بفتح الموضوع لاني بصراحه اشوفك ناسي الموضوع، ناسي حكايه ابني. لا لا ولا تخافي ولا، ابنك شيقي شيقي من هذه العين قبل هذه العين. ان شاء الله توفيق بوعدك بس يا فقيه، وما تخاينش اندم اني وثقت بك.
تصبح على خير. وانت من اهل خرمه؟ هاو احنا عرسان، ما حد نقلك انك عروسه ولا كيف؟ يوفي بوعدك يا فقي، زي ما وفيت بوعدي وتزوجتك. يوفي بوعدك وجيب ابني وبعدين نتفاهم. تصبح على خير. تفهم؟ صبريه، وا صبريه، صبريه، صبريه. ها خير يا نعمان؟ خير. لا قلت شا اطمن عليك وعلى القنين اللي ببطنك. ها بخير. وهو لبوشي وكيف لك تسال عليه؟ الا قلت شا اطمن على ابني الصغير. مليح عادك ذاكر له. من قال لك انا نسيته؟ إلا نسيته وتزوجته غدير علشان تندي لك ابن، صح ولا لا؟ صح، متزوج غدير عشان تدي لي ابن. اصلا انا اشتي عيال كثير، واحد منك واحد منه. إلا قولك شو تأكد هذه مرة الحمل اللي ببطنك يستقر ولا يسقط مثل كل مرة؟ قصدي هل انت حامل ولا لا؟ يا إلا حامل لمو؟ صبرية أنا مانيش مصدق إنك حامل. نعمان صدقني حامل، 9 شهور وش تبصر الابن قدام عينك؟ خير؟ عبارة نباتة، عبارة نباتة يا صبرية. مو بكى حنش وجهك مقلوب. اقول لك سعد الخبيب ماشي يطلق البنت وبعدها نصبر عليه. ما نصبرش على ولا حاجه، مش برضاه يطلقه وهو مدعوس. يا الله خارجنا بس. امين اني يقول علي بالميل امين ملام غنتي قاشم متيبه شمات. ماذا حين ما عشيش ابصر صورته ولا تجيس بنتي على ذمته. وانا ما عادش اشترق له ولا انا اشتي بصر صورته. ادم هاي امه، ما رايك يا حبيبي افرح بك وازوجك؟ مش الزواج يا امه. كيف ما تشي الزواج يا ما؟ مش الزواج وبس، ما قدش وقت. ليش ما قدش وقت زواج يا امه؟ وغلق الموضوع هذا رجاعا. حول ولا قوه الا بالله يا ابني. لو على الزلاط انا عاد حاكي ابوك واخلي يدي زلط وزوجناك. مش الزلط من الفقي ولا اشتي مني شي. كيف يا ابني ما تشيش من الزلاط؟ هذا ابوك مفروض انه يزوجك ويفعل لك كل الذي تشتيه. كل الذي اشتيه؟ ايوه كل الذي تشتيه، هذا ابوك مش واحد غريب. يمه انا مش اتزوج الا بزلطي وتعبي وشقايا. يا ادم يما الله يحفظش. قف لي الموضوع خلينا نتعشى. استغفر الله العظيم. ايوه تعشى. بسم الله. صباح اللي تبكر سالي يا ماهش ضاقر. لبيب ها وين الفقيه؟ الفقيه عاده ما قاش ندري نحن شيقي، بس لانت تشان اكلمه حاجه ولا شيء شاقي لك للمحل حقك. يعني للان ما قاجاش؟ لما مكمع امس والله ما لي علم. السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور. اهلا يا فواز، صلح البوري. تعال بعد يا فواز. ايوه اشتي خابرك بحاجه ضروريه. خير يا فواز، ما معانا؟ الخبر، الخبر حق زواجتك من غدير مسرع فجأة، وبعد ما تزوجكش إلا لما استرقبت نبيل. قصدك أن غدير هي اللي سرقت الذهب؟
وانا تزوجتي من اجل هذا الخبر، صح؟ ما فيش سبب غير هذا الخبر، ولا كيف قطبك امورك بسرعه بسرعه؟ صحيح انك ما تفهمش يا فواز. اولا غدير ما سرقتش حاجه، ثانيا انت تدري ان انا كنت اشتي غدير من زمان، ما صدقت انه وافقت، قطبت الامور عشان ما تتراجعش. ما ناش مصدق لك يا فقي. انا ما كذبش يا فواز. اثبت لي، اثبت لي، انت ما انتش كذاب، اثبت لي. ما ناش ملزم اثبت لك لك ولا لغيرك. اسمع يا فقي، انا ما صدقكوش وما ناش حسكت، وانت حتشوف. فواز الله يفتح عليك. يلا وريني وش عمل، كسروا لقفك. خلاص يا ادم ابني، ها انت اصبحت الان واحد من عمال هذا البوفيه، لازم تعرف كل صغيرة وكبيرة داخل البوفيه، كيف تباشر الزباين، كيف تعمل، كيف تصلح، تمام؟ واذا في حاجة استصعبت عليك اسأل عزيز. عزيز لا تقصر معه، فهموا الشغل وعلموا كل شيء، تمام؟ ولا يهمك عمري زينك، علمك كل حاجة. اسمع، علمك كيف تصلح الشاهي، شاي الحليب العدني، البيض، الفاصوليا. والله والله هدرك كثير مشتيش، علمه الان، روح علمه ومع الايام بيفهم كل شيء. الان بالمطبخ؟ لا حول ولا قوة. بعدي يا ادم بعدي. بعدين انا اعلمك كل حاجه، ولا يهمك اللي ان شاء الله يعني نبطنك تعمل كل شيء. مثلا شوف، هذا مهل، هذا مهل، هذا الشاي الحليب، هذه يعني هذا اللي تلحق الشاي الحليب، تمام؟ يا ساتر، حامي نار، حامي نار امانه يوطس. هذا مهل حق الشاي الاحمر، تمام؟ عباقي معك هنا الادوات حق الايش؟ هذا الحوايج، السكر، الشاي، هنا ال ها؟ واخذ بالك؟ لا تهمش يا مرة، إن شاء الله توجب العملية وترجعي مثل أول وأحسن. من فين تقبل بياس يا سلام؟ الله كريم. لا إله إلا الله. يلا أنا شزع للدكان. استنى يا سلام، ما عاد الشيش عمل العملية، خلاص الله يرضى عليك. لا توجب العملية وترجعي مثل أول وأحسن إن شاء الله. سلام يا سلام، سلام. وهذا أحلى شاهي لصاحب الجبن. سلام، كيف الشغل معك؟ هذا آدم؟ آدم تعال 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 تعال. ماذا؟ مريلا وحق شاهي؟ ماذا؟ فين اشتغل يا أبا؟ تشتغل؟ وانت تشتغل ان شاء الله. البوفيه بنطلب الله. يا فضيحتك يا نعمان، تشتغل بالبوفيه؟ اخرتك تشتغل بالبوفيه؟ نسيك من مين انت؟ نسيك من انت؟ ايش فيها بقى؟ الشغل مش عيب. مش عيب؟ انت ابن الفقي نعمان ولا نسيك نفسك؟ لكن مش عيبك، هذا عيب رشيد. يا رشيد، رشيد، انا قلنا ما رضيتش تشتغل مني بياس. تشتغل بالبوفيه؟ تقدم لنا الشاهي؟ ستفضحني قدام الناس؟ يقولوا بين الفقي نعمان يشتغل بوفيه. ايش فيه؟ ايش فيه؟ مالك مالك يا نعمان؟ ايش فيه؟ خير؟ مو ذا الخبر يا رشيد. ايش في خبر؟ ايش فيه؟ نمو بني يشتغل عندك بالبوفيه. انت تعرف معزة ابنك عندي مثل ابن احمد، طلب مني انه يشتغل وانا بصراحه ما قدرش ارده. شغلته بوفيه وانت داري بين من هو؟ وانت داري من هو؟ هذا ابني يعني تشتهينني ولا مو يا رشيد؟ ايش من اهانات؟ هذا شغل حلال، ياما جامعيين يشتغلوا نفس هذه الاشغال، مالك بهذا التفكير حقك؟ هذا شغل حلال، من حقه انه يشتغل. مش ببوفيه بني يشتغل. حسابك عندي يا رشيد. ادم الحقني شغل. حول ولا قوه الا بالله. معقول؟ معقول في ناس عادوا يفكروا هذا التفكير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الناس سواسية فقي، سواسية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيش يقول هذا مال؟ إيش قاعد تسوي هنا؟ يلا بعد شغلك. حاضر. تهينني يا آدم؟ تتوطي رأسي بين الناس؟ يعني أنا لما اشتغلت حلال يعني أنا بين هينك يا أبا؟ يا ابني أنت بن عاقل السوق، أنت بن عاقل القعملية، بين الفقي نعمان، معي بياس، ما مش داعي تشتغل بوفيا. يا بابا انت ما قصرتش معي، جبت لي فلوس وانا ما رضيتش اشيلها، وانا اصلا وقت اجازتي صدق احب اني اشتغل. تمام طيب، تعال اشتغل، انا عندي بالمحل. ايش اشتغل عندك؟ بالاراضي، بالعقارات. انا ايش تراني انا بالاراضي والعقارات؟ حول ولا قوه الا بالله. تعال وانا اعلمك الصنعه. يا بابا انا صدق مرتاح في شغلي، وبعدين الشغل مش عيب،
انا عارف الشغل مش عيب، بس انت درست تجاره، تعال منا تستفيد انت ومنا استفيد انا من دراستك. برد لك من هذا الموضوع، انا اشتك في موضوع ضروري وانا داري ما حد ينفعنا غيرك. ما هو الموضوع؟ يابا ابدا خبر ما هو شو القاتل، وبعدين انا داري كيف خارج تري من حكم الاعدام، وانا متاكد ان عبده خبر ما هو شو القاتل. طيب خير 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 يا بني خير. يابا ما يصلح شو القاتل يجلس عايش والمظلوم يموت، والله حرام ما يجوز. خلاص شنو صار مش نعمل عبده خبر. الله خير، مع السلامة يابا. مع السلامة، لا تنسيش اللي قلنا لك. لبيب تعال على طول. اجري لعند حميدة قل له الفقي يشتك تقيل الان ضروري. الان اللي عنده شوف يا ابني، الصدق ما فيش احسن منه. يا ادم ابوك جاري واخ وعشرة عمر، فاذا كان شغلك هنا بيسبب لي مشاكل مع ابوك بصراحة انا مرضاش. يا عم رشيد لو ما رضى ليش اشتغل؟ ليش عاد انا شاجي لعندك؟ يعني ابوك موافق انك تشتغل؟ ايوه موافق. خلاص ما دام موافق على شغلك يلا. وقلت زي لكن واحد شاي ها مسبوك. حاضر واحد شاي لعمي رشيد. وليش ما قلت ليش ان ادم بيشتغل بالبوفيه يا حميده؟ ما حاكيك ما اقول لك، اقول لك ان ابني يشتي يشتغل على سبي وكل بالحلال. حلال وانا فلوسي مالي مش حلال ولا مو؟ مدري انت اخبر. ما قصدك يا حميده ولا رجعنا لنفس الخبر. هذا هو كلامي دائما ما يتغيرش ابدا. بس انا ان شاء الله من اليوم معاملتي بتغير معك. ما قصدك. قومي اطلعي من قبالي الان يلا. الله يهديك ويصلحك يا فقي. الله يبزك من القحمليه ونرتاح منك. تحرقي دمي دائما يا حميده. يا فقيه. أنا من البداية كنت عارف إنه آدم ناوي يشتغل بالبوفية. نعم؟ أيه. ولما ما قلت ليش؟ لأنك يا فقيه ما سألتناش. بالله؟ أنت أخبر. يعني ما يكفيش حميدة، زيد لبيبة أهبل. الحمد لله الحمد لله يا سعد ان الفقي عايش. الحمد لله يا رب يا رب اشفي الفقي وكن بعونه يا رب. كن بعونه؟ بعون مين؟ الفقي. لما على حسناته اعماله الصالحات حسستون ان الفقي اذا كان صحابي ونسي يذكر انه بالسيره النبويه. الفقي ذا لازم يموت 20,000 موتة، خلوه يكفر عن سيئاته وقرائمه الأولى. يا سعد يا سعد لما أنت قلبك أسود يا سعد ليش؟ يا سعد صلي على النبي، والله العظيم الفقي من داخله طيب، من داخله قلبه سعى الجاهل، والله قلبه سعى الجاهل. خلطة لسه الجاهل ومعه بزية وكذابة ومقمطة. يا بني انت اشتق لي سهبل طول عمرك ولك يا لبي بفهمنا. الاولين قالوا الكلب سبلته عمره ما تجلس الا مع اقواك. انت بين نفسك لما تشتق لي كذا انت هبل، لما تا ما يكفكش خنت بيد واحده اشتي ترجع بيقصوا لك الايد الثاني ترجع لي سيكل بيدال. يا ولد انت بين نفسك احنا بقعة هنا ممكن بأي لحظة يقو يقرح روسنا قحبهم وطار القمقمة. بلا بس مو عشت بس بس حبيبي. يا لبيب أنا شهربك وشهرب معك شهرب معك وخلينا بس أنت اللي بس خطخط كتكت ونعمل خطة وهربك أنا تمام تمام. يلا حبيبي يلا حط الرقم السري. مستحيل مستحيل يا خالد. مستحيل ايش يا ابني؟ مستحيل ايش؟ اللعبة انتهت خلاص. يلا بصبعك الحلو هذا يلا افتح افتح
تعال رقم سري بسرعة. عمري ما توقعت ان انت تكون بالطريقة هذه يا خال، عمري كله. لأنك غبي، حاشوا دماغك بالمثاليات عشان نبقى احنا القطيع وهم اللي يسرقوا. يعني يا خال يا نكون قطيع يا نكون سرق. الحمد لله انا مش سارق، الآثار اللي حصلها صاحبك وخباها بيحصلوها ناس آخرين، بيسرقوها يبيعوها يستفيدوا، خلي احنا اللي نستفيد. طيب يا خال اسمعني، احنا نحافظ عليها تمام ونسلمها لدولة قوية تحافظ عليها، يكفي اللي ضاع من البلاد يكفي. صح صح معك حق والله. يلا افتح شنطة حبيبي، افتح شنطة هناك بس وقت الله. كل شيء ضاع له قيمته يا خال، حرام عليك. يعني انت مصمم تفتح الشنطة؟ ما بفتحهاش. انت يعني تفضل الحجر على البشر؟ مش اي بشر، زوجتك وبنتك. لا 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 يلا. احنا من لحمك ودمك يا خال، حرام عليك. اذا كنت يا حبيبي الزوج والاب وما اخذش عليهم يبقى انا ما فيش عليها دم. انتظر. عسكري اسحبوا لي رشيد وانا بروح النبيل. يلا مش كده طالبين زيادة يا علوان؟ بصراحة هذه المرة زي دوبة. قمت لا داري يا نبيل، من بعد أزمة الخليج كما ارتفع العقارات. بس مش كده زيادة بصراحة. السلام عليكم. أهلا يا فندم. وعليكم السلام. ممكن تطلع معنا يا نبيل؟ فين يا فندم؟ والله معنا أمر من النيابة بالقبض عليك، لو سمحت تطلع معنا. قبض عليها؟ أنا ما عملتش حاجة. والله بالنيابة هناك هم بيحققوا معك وبيعرفوا إنك ما عملت حاجة ولا ما عملتش حاجة، لو سمحت. تحقيق يا فندم أنا ما عملتش حاجة. لو سمحت طلع معنا لو سمحت. طيب طيب طيب. خير. موبو خير خير يا فقيه، بس نبيل ورشيد ومطلوبين من النيابة عشان يحققوا معاهم. النيابة؟ ايوه. علام ومو عملوا؟ الله ما عنديش اي خبر. خير مالك يا فندم؟ ايش في؟ بالنيابة بتعرفوا كل حاجة. يلا تفضلوا معنا لو سمحتم. يلا خير ايش حصل؟ يلا 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 نبيل. مع ابوك يا احمد، مع ابوك. هذا الضابط دعي رشيد ونبيل شلهم على النيابة يحققوا معاهم. أمان السوق هذا كل يوم في بو قصة. والله إنه صدق، ما نش دارية كيف تطلبنا الله بين المشاكل هذه. قدو رزقنا، إيش عاد نعمل؟ سهل سهل، هو بيوقع هكذا في كل سوق، جنب سر بضاعتنا. والله ما يحصل إلا عندنا بالجحملية. أما الجحملية أحسن حارة، اللي ما عجبوش اعتبر نفسه ما هلوش، كلابة. اسمعوا عصا، مش وقت الخبر هذا. قوموا بعدين بحاجتكم. يلا وأنتم كل واحد عمله يلا. يلا كلنا دكانه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وصالحه، كيفك؟ مبروك يا عروسه. الله يبارك، الله يبارك فيك حبيبي. يلا ادخلي دحين باسكب لك احسن قلص شاهي عدني. لا لا مش الشاهي، اعملي لي قلص قهوه من يدك يا عروسه. هيا حبيبي ولا لك الا احسن قهوه، تفضلي. الله يسعدك، ادخلي ادخلي. طمنيني، مو حصل ولا حصل شيء. لمو ما شربتيش الدواء؟ الا شربته لكن ما بوش فايده. اقول لك انت شربي الدواء بس واستمري، ويومين ثلاث ان شاء الله وش تحمل. اقول لك قال فقي بدا يشك انني مش حامل. شو حرامك انت؟ اقول لك شيء، استمري استمري وربنا ان شاء الله شي يفرحك من عنده وصبريها. امين الله يسمع منك. آمين. بس أني خايف لا يعرف الفقي أنني كذبت عليه.
منش يقول له انك كذبتي، انت صري على كلامك وش تحبلين، والله عنده كل خير. ايه حنش وسعد شيكم تنزلوا لعدن، تمام دوروا لي عدنان ضروري. لما ننزل ندورهم ودخلنا ابوه نشينا ريد مازل لمو لمو عدنان هو اللي خطف مازن. ايوه هو اللي خطفوه هربوا من الحاره. وانت مدريك اعلى من الفقي. قدك امين السير حق الفقي. اسمعوا تنزلوا حق الفندق صرفتكم عليا ومش قايتكم لما تصلوا هنا بعدين ادي لكم هي كامل. اي حين جينا ننزل اليوم خير البر عاجله تنزلوا، وهذه مصاريف الطريق والفندق وصرفه، تمام؟ عشان ترقدوا الصباح تصلوا بالليل تناموا الصباح وتبكروا لي من الصبح دوروا لي عدنان من السماء ولا من الارض على طول. ناهي ناهي اسمع شنزل معي الان. انا معي مشاغل ودك اكنش تغلقين. ايوه اقعدك تستشير انا. هي بسم الله يلا يلا مع السلامه فقي. مع السلامه يلا تاخروا. مع السلامه فقي دعواتك. يلا لبيب ها قيام. ها فقي شيك تتجهز اليوم بالليل مش احتاجك شنو نروح انا وانت مكان على طول يا فقي. يلا يلا الان. تعبتوا شريح ظهري مع الحبل تعب. الحمد لله اني حامل، غيري من النسوان ما يقدرنش يحبلين. اللي رزقك يرزق النسوان كلهن ان شاء الله يا صبريه. ونعمه بالله، بس كما الحرمه لا كبيره ما تقدرش تحبل، وخاصه اذا كان مطلقه لفتره او ارمله. الله كريم يا صبريه، قلنا لك الله كريم وعنده كل الخير. ما قلتي ليش يا صالحه كيف حرم الحاره؟ اتزورتي حد منهم ولا شيء؟ كلهن بخير ان شاء الله. انت داري هذه اليومين اني مشغوله مقصر مع الناس كله، حتى حميده كملي ما بسريش والله. هيا لا رحت تشوفي حميده كلمتيني عشان نروح انا وانت سوا، قد لي فتره مني ما اشوفهش من عيوني. هذا دوافق الفقي. أنا بخليه يوافق. ما بيوافقش. بيوافق. صلى على النبي يا نسوان، إن شاء الله شيوافق الفقي شيوافق. شربي قهوتك قما تبرد. مشتيش. أو مريح للحامل. اسمعي يا وقدي. مر يا فقي. ناقة نزلت لك سعد الخفيف لعدن عشان يخلي لك الجو. تمام. مسك تروح للبيت حقه تدخل من غير ما حد يشوفك تاخذ الحاجه وقلت. بس يا فقي ايش رايك نخلي المهمه هذه لليل يكون امن والجو فاضي ما بش حد. الليل لليل مش مشكله، اهم شيء ما حد يشوفك. تمام ولا يهمك ابشر. يلا نحش. يلا ولا يهمك يا فقي. ترجع بالسلامه يا سعد الخفيف. الكنوز كلها قدامي وانا ادور عليها باليمن. But
وانسان يتبع هواه تلقى النعيم الطموح تلقى العزيز القلوب واحد بأرض ونور وانسان يتبع هواه الجحملي يا حياة الجحملي يا حياة